وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في نهايه الدوري العام المصري وبعد فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري العام الاصعب خلال الفتره الاخيره وحصول نادي الزمالك على الوصافه في الدوري العام المصري هذا الموسم. اخر مباراه النهارده الاهلي سيلاقي نادي الزمالك قمه الدوري العام المصري. عندنا فقره مهمه جدا دايما بنتكلم فيها عن الارقام والاحصاءات والمقارنات ما بين المدرب ما المدير الفني ما بين اللاعبين. هيكون ضيفنا النهارده وكالعاده دائما دكتور احمد ثابت نتكلم معاه عن اهم ما يميز النادي الاهلي واهم ما يميز نادي الزمالك من خلال فقره الارقام والاحصاءات، والارقام لا تجذب ولا تتجمل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ حياة حضرتك كابتن اسلام. الحمد لله. مباراه مهمه على الرغم من انتهاء الدوري وفوز طبعا. النادي الاهلي انها لن تؤثر بشكل او باخر على نتيجه المباراه، لن تؤثر بشكل او باخر على الترتيب، ولكن في النهايه تبقى مباراه الاهلي والزمالك تاريخيا واحصائيا لها اهميتها وجماهيريا طبعا. هي مباراه القمه او البطل الوصيف دلوقتي يعني بتعتبر حاليا ليها هي بطوله خاصه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. بس انا شايف ان المباراه النهارده مهمه اكتر كمان للاسارتي. لاسارتي مهم قوي ان هو يعني هو حصل على الدوري ولكن لسه له بقى البطوله الخاصه عشان كمان يزيد كمان ويدخل قلوب جماهير النادي الاهلي اكتر واكتر. يمكن كمان رقميا يا كابتن اسلام مفيش ولا مدرب اجنبي يعني منذ مانويل جوزيه استطاع الفوز على نادي الزمالك. اخر فوز للنادي المدرب اجنبي قاد النادي الاهلي الفوز على الزمالك كان سنه 2008 2009 في الدور الاول مع مانويل جوزيه. فالنهارده لاسارتي لما يفوز على نادي الزمالك اعتقد ان دي هتزوده كتير جدا، هتدخله كمان بقى قلوب الجماهير الاهلاويه، غير ان هو حصل على اصعب لقب دوري من لما جه من شهر يناير، كان موسم صعب جدا، وبالتالي المباراه يعني مهمه جدا 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 كمان لمستر مارتن لاسارتي. يمكن لو شفنا ارقامه ما بينه وما بين كابتن خالد جلال مدرب نادي الزمالك يمكن لاسارتي دي نبدا بيها اول حاجه، المقارنه ما بين مستر مارتن لاسارتي وكابتن خالد جلال. كابتن خالد جلال يمكن مارتن لاسارتي 21 مباراه مع النادي الاهلي في الدوري، كسب 17 وتعادل 2 وخسر 2، نسبه الفوز 81%. النادي الاهلي جاب معاه 37 هدف. معدل الاحراز الهدف في الماتش الواحد 1.7، النادي الاهلي استقبل 11 هدف وحافظ على نظافه شباكه 11 هدف. ايوه. نيجي بقى لخالد جلال مع نادي الزمالك، لعب 3 مباريات كسب مباراه واحده بس. معلش يا احمد قبل بس ما نكمل كلامنا في المقارنه دي، عايز اسالك، هو هل من الممكن ان نقارن ما بين 21 مباراه وثلاث مباريات؟ هو انت يعني تحديدا مع خالد جلال المعدل بيبين، وكمان خالد جلال هنشوف حاجه معينه تفيدنا. ايه هي؟ ان انت بتتكلم في ان هم جايبين نادي الزمالك مع خالد جلال جايبين 6 اهداف في 3 مباريات، اذا مستوى الهجوم بتاع نادي الزمالك كويس، معدل كويس. أيوة. هدفين في كل مباراه، ولكن في عندهم عيوب دفاعيه كتير جدا، بدليل ان هم استقبلوا 4 اهداف في 3 مباريات. نادي الزمالك مع خالد جلال ولا مباراه خرج بشباك نظيفه. فالارقام هنا مهمه جدا ان ياكد لك ان هم عندهم عيوب دفاعيه كتيره جدا. مع خالد جلال كل مباراه بيدخل فيهم هدف، ولكن على المستوى الهجومي هم عندهم قدرات هجوميه كويسه. برضه على مستوى الانجازات، مستر مارتن لاسارتي اخذ الدوري الاورجواني الدرجه الاولى سنه 2005 و2006 مرتين، واخذ الدرجه الثانيه سنه 2004، ومع ريال سوسيداد برضه اخذ الدوري المصري مع النادي الاهلي. اما خالد جلال ليه بطوله واحده بس، كاس مصر مع نادي الزمالك كانت سنه 2018. مظبوط. دي على مستوى الانجازات. فبالتاكيد طيب. المباراه دي مهمه جدا جدا لمستر مارتن لاسارتي. طيب بما اننا بنتكلم عن الارقام، ودايما انا بحب الفقره دي والناس كلها بتحب الفقره دي علشان الارقام ما بتكذبش، يعني انت لما تقول واحد مش معناها اثنين، معناها واحد. طبعا. ولا معناها نص، معناها واحد. وبالتالي نادي الزمالك مع ايهاب جلال جاب 6 جوال. مع خالد جلال. مع خالد جلال. كابتن خالد جلال. كابتن خالد جلال جاب 6 اهداف. في 3 مباريات. في 3 مباريات. طيب. جابهم ازاي؟ دي الارقام هنا بتاكد ايه؟ ان نادي الزمالك عندهم فرديه في الهجوم. بمعنى؟ مفيش طريقه لعب معينه، مفيش تكتيك معين، الست اهداف كلهم حلول فرديه، كلهم ابتكار من لاعب، يعني لو عرضناهم هنلاقي رقم واحد ضربه ركنيه على القائم القريب كانت لخالد بوطيب. برضه كان حل فردي. الجون الثاني تسديده من خارج منطقه الجزاء من طارق حامد، حل فردي من طارق حامد. الجون الثالث ضربه ركنيه لعبت على مرتين اللي هي كان الهدف اللي فات في الجونه، برضه كانت في اخر المباراه وحل فردي، قدرات لعيبه، ضربه جزاء. الجون الخامس اختراق وتسديد من الجناح احمد سيد زيزو،
الجون السادس تمريره من فرجاني ساس العمر السعيد. اذا ما تقدرش تقول ان في يعني تكتيك معين في الثلاث مباريات ظاهر، كلها حلول فرديه. ليه؟ لان القدرات الفرديه اللي تحت الثلاث لعيبه المتوقعين ان هم يبداوا لنادي الزمالك، سواء ابراهيم حسن، سواء احمد سيد زيزو، سواء محمد ابراهيم، الثلاثه عندهم قدرات فرديه اكتر من الجماعيه الموجوده في النادي الاهلي، وده سر تفوق النادي الاهلي ان الجماعيه عنده اكتر من الفرديه الموجوده في نادي الزمالك. كلمه قالها كابتن ماهر امام امبارح الحقيقه، ان دائما على مر العصور ومر الاجيال النادي الاهلي، جماعيه النادي الاهلي دائما ما بتهزم فرديه نادي الزمالك. طبعا، وده الدليل، ده واضح بالارقام، واضح بالارقام. اه انت ست اهداف في ست في ثلاث مباريات، مفيش حاجه معينه، مفيش ايه يعني. مثلا كل مره بنيجي مثلا لما جينا حللنا اكتر من فرقه، كل الفرق كان في حاجه معينه، لكن في الثلاث مباريات دول تحديدا مفيش حاجه، مفيش بصمه واضحه لسه. مفيش حاجه معينه مثلا تقدر تركز عليها او خطوره، هي المشكله كلها حلول فرديه. يعني تلاقي احمد سيد زيزو ناحيه الشمال حل فردي، محمد ابراهيم حل فردي، ابراهيم حسن حل فردي، او ضربه ركنيه، او تسديده من طارق حامد، تمريره من فرجاني ساسي. دي الفكره يعني. تمام، خلينا نروح لمقارنه اخرى. اتنين بيضيعوا كتير، بس يعني عمر السعيد جاب اهداف اخيرا. وليد بقاله كتير الحقيقه بيضيع، محتاج شويه تركيز. هنتكلم عن هذا الموضوع، لكن تقريبا ده لعب 22 مباراه وده لعب 24 مباراه، وبالتالي المقارنه قد تكون واضحه للناس من خلال المقارنه الاخيره. كمان ازارو لعب دقائق اكتر، ازارو لعب 1729 دقيقه، عمر السعيد لعب 1328 دقيقه. ازارو مسجل 6 اهداف وصانع واحد، عمر السعيد مسجل 5 وصانع 5. عمر السعيد مهاجم كويس جدا ومحطه قويه وهداف. يعني النهارده لازم سواء اي اثنين هيلعبوا، ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، لازم يخلي باله كويس جدا من تحركات عمر السعيد، لانه مهاجم مميز جدا بتحركاته جوه المنطقه، ومهاجم محطه بيعرف يسرق المدافعين بشكل مميز جدا. الناحيه الثانيه ازارو حلو الماتش الاسماعيلي. والناحيه الثانيه ازارو، ازارو عنده السرعات هتفرق جدا النهارده في قلبي الدفاع مع نادي الزمالك، سواء محمود علاء او محمد عبد الغني، ازارو اسرع منهم بكتير. وازارو دايما من اللعيبه او الونش، بس الاقرب محمد عبد الغني ومحمود علاء، يعني التشكيله المتوقعه للنادي الزمالك هم الاثنين دول. ازارو فازارو اعلى منهم على مستوى السرعه كمان. ازارو من اللعيبه اللي عامله زي وليد سليمان، ازارو واجايو وليد سليمان، الثلاثه دول تحديدا ورمضان، الاربعه دول تحديدا كعبهم عالي دايما على نادي الزمالك. وليد سليمان عنده اربع اهداف مع النادي الاهلي في شباك الزمالك، ازارو سجل قبل كده، اجاي عنده هدفين. ففي لعيبه كده في المباريات الخاصه دي، البطولات الخاصه، بتبقى دايما كعبها عالي. ده يمكن ازارو. معانا برضو مقارنه مهمه جدا 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 ما بين صانع اللعب هنا وصانع اللعب هنا. ما بين صالح جمعه وما بين محمد ابراهيم. مهمه قوي. يعني صالح جمعه لعب 12 مشاركه بس. صالح هيلعب النهارده، يعني وليد سليمان 50-50 يا وليد يا صالح. بس صالح طبعا نوعيه اللي هي المركز بتاعه الاصلي اللي هو صانع اللعب، ومحمد ابراهيم هو صانع اللعب بتاع نادي الزمالك. هنلاقي ان توقع، اللي انا هقوله ده توقع مش حاجه، يعني مش معلومه ولا حاجه، انا متخيل ان هو هيلعب بنفس الماتش اللي فات، بنفس التشكيل بدايه المباراه في الماتش اللي فات، ويخزن صالح في الشوط الثاني. ده توقع، ده ولا ليس ما عنديش اي معلومه ولا سالت حد ولا تمام. لكن ده توقع مني انا شخصيا يعني. صالح جمعه لعب 618 دقيقه، لعب اقل من محمد ابراهيم. محمد ابراهيم لعب 894 دقيقه. صالح مسجل 2 وصانع 3، وصانع كام فرصة؟ 15 فرصة، ولعب دقايق أقل، يعني حوالي 200 دقيقة فرق ما بينهم، أكتر من 200 دقيقة كمان لصالح محمد إبراهيم. محمد إبراهيم لعب أكتر. محمد إبراهيم عنده الأسيست 4 أسيست، ما جابش ولا جون، صانع 8 فرص. بالنسبة للمحاولات على المرمى، صالح 11، محمد إبراهيم 12. صالح دقته أعلى، وعدد المراوغات عند محمد إبراهيم أعلى طبعًا لأنه لعب عدد دقايق أكتر، ولكن المقارنه بتاكد ان صالح لو كان يعني لو كان لعب اكتر كان واضح ان هو ارقامه هتبقى اعلى بكتير من محمد ابراهيم. والفعاليه كمان عند صالح جمعه والتاثير مهم جدا، وواحد من افضل اللعيبه المميزه بالتمرير الطولي في مصر صالح جمعه، وبالتاكيد سواء بدا او حتى كان ورقه على الدكه بتبقى ورقه مهمه جدا. برضو في المقارنات الاطراف الاجنحه اللي هي حسين الشحات واحمد سيد زيزو، والناحيه الثانيه رمضان صبحي وابراهيم حسن. خلينا بس نتكلم الاول على حسين الشحات. حسين الشحات يا احمد، طبعا الماتش اللي فات كويس وكل حاجه، وواحد من افضل المباريات اللي لعبها منذ مجيئه الى النادي الاهلي، منذ قدومه من النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت حسين الشحات لسه بدري. طبعا لسه كتير قوي. يعني ممكن ده 30 اللي عملوا الماتش اللي فات ده 30-40% بس طبعا، وبالتالي لانه تعرض لست سبع شهور. انا مصمم دايما ان انا اتكلم على حسين خلال هذه الفتره، لانه تعرض لست سبع شهور كانت صعبه جدا من الانتقاد الشديد جدا جدا، وبالتالي انت شايف بداياته عامله ازاي من خلال الارقام اللي قدام. حسين بدا يعني الفتره الاعداد، بداياته طبعا اللي هي بعد معسكر، بعد فتره الاعداد اللي هم كانوا ماسكين في خناق بعض فيه هو وفلان وعلان طبعا
فتره الاعداد فرقت جدا مع حسين الشحات. فتره الخناقات بقى مش عايزين فتره الاعداد. فتره الاعداد فرقت جامد جدا مع حسين الشحات. حسين كمان انا شايفه تاني اكتر لاعب محتاج المباراه دي بعد لاسارتي. حسين لو جاب جون النهارده او عمل ماتش كبير هتفرق معاه جامد، هتدي هتزود له الثقه اكتر، خلاص بقى هيبقى وصل لمرحله ان هو ده حسين اللي احنا عارفينه بقى. حسين يمكن النهارده مسجل اربع، يعني ده صفقه يناير ودي صفقه يناير، احمد سيد زيزو جاي في يناير لنادي الزمالك وحسين الشحات جاي في يناير للنادي الاهلي. حسين الشحات جاب اربع اهداف، احمد سيد زيزو جاب هدف واحد اللي هو كان الهدف المباراه الاخيره قدام نادي الاسماعيلي. على مستوى الصناعه اسيست واحد هنا واسيست واحد هنا، اذا حسين مساهم في خمس اهداف في 16 مشاركه، واحمد سيد زيزو مساهم في هدفين في 14 مشاركه. لكن الاثنين برضه هيفرقوا جامد جدا. احمد سيد زيزو النهارده مشاركته لعيب كويس جدا واحسن واحد في الثلاثه اللي تحت راس الحربه في نادي الزمالك في الدور الدفاعي. يعني هو النهارده لما يلعب على عبد الله جمعه نقطه ضعف في نادي الزمالك من وجهه نظر هي الجبهه اليسرى، حتى لما نشوف الارقام ازاي هم استقبلوا اهداف هي الجبهه اليسرى عندهم. فلما يبدا باحمد سيد زيزو على الجبهه دي احمد سيد زيزو يديك شويه نوع من الارتداد الدفاعي، عكس ابراهيم حسن الناحيه الثانيه. ابراهيم حسن ما بيرجعش دفاعيا، سيء جدا على المستوى الدفاعي، ومحمد ابراهيم برده نوعا ما القدرات البدنيه عنده مش عاليه قوي زي احمد سيد زيزو. تمام. معانا برده رمضان وابراهيم حسن بالمقارنه اللي هي على مستوى الاجنحه الثانيه، هنلاقي ان رمضان يمكن لعب 22 لعب 17 مشاركه بس، ابراهيم حسن لعب اكتر 26 مشاركه، فرق حوالي 500 دقيقه، 1744 لابراهيم حسن و1295 لرمضان صبحي. هنلاقي ان ابراهيم حسن صنع 7 اسيست واحرز هدفين، رمضان صنع 3 اهداف واحرز هدفين. ده يمكن مقارنه برضو بتاكد ان ابراهيم حسن على مستوى الاسيستات بتاعته كويسه جدا، ولكن هو على المستوى الهجومي جيد، ولكن على المستوى الدفاعي اعتقد ان هو مع حمدي النجاز ناحيه اليمين النهارده هتبقى جبهه مش ممكن تكون قويه على المستوى الهجومي، ولكن على المستوى الدفاعي وجهه نظر ان هي هتبقى ثغره يقدر يستغلها علي معلول ويقدر يستغلها رمضان صبحي. لان الجبهه اليمنى عندهم حمدي النجاز وابراهيم حسن، الاثنين القدرات الدفاعيه بتاعتهم مش عاليه. ابراهيم حسن خد بالك برده بقاله فتره ما بيلعبش. الا اخر ماتش بس. نعم اخر ماتش. اخر ماتش ما هو من قبل. من قبله ما لعبش فتره لكن طويله. انا اقصد اقول لك ان هو حتى ابراهيم كمان عارف ان هو ممكن يمشي. لا مش ممكن، ده سباستيان دي سابر طلبه بالاسم وعايزه هو بقى مجدي، انهم طبعا لعبوا معاه في النادي الاسماعيلي قبل كده وهو كان سبب تألق ابراهيم حسن وبهاء مجدي، وبالتالي هو عايزهم يبقوا موجودين معاه في نادي بيراميدز. لما نشوف بقى ايه اللي هيحصل نكمل بقيه المقارنات اللي عندنا. والمقارنه اللي جايه هي مقارنه هامه جدا ما بين حمدي فتحي وطارق حامد. حمدي فتحي الاثنين بيلبسوا رقم 3، حمدي فتحي 3 وحمدي وطارق حامد 3. طبعا طارق حامد اكبر في السن 30 سنه، حمدي فتحي 25 سنه، وهو العمود الفقري اللي جاي للنادي الاهلي، هو اللي قادم في السن. نيجي نبص على عدد المشاركات بتاعت حمدي فتحي، 28 مشاركه على عكس طارق حامد 29 مشاركه. هنبص نلاقي ان حمدي فتحي اعلى في القدرات الهجوميه بكتير، مسجل 5 اهداف وصانع جونين، طارق حامد هدفين وصانع هدفين. برضو عايزين نتكلم على نقاط الضعف، مهمة قوي نقاط الضعف بتاعت نادي الزمالك. طيب خلينا نروح بقى آخر مقارنة وبعد كده نتكلم على نقاط الضعف. علي معلول وعبد الله جمعة، لأن الاثنين لعيبة دول مهمين جدا الحقيقة بالنسبة لي. يمكن علي معلول هو لاعب الموسم زي ما قلنا قبل كده، علي معلول بيقدم موسم كويس جدا، يمكن ارقامه حتى بالارقام، هو عنده 29 سنه، عدد المشاركات 25 مشاركه، لعب 2169 دقيقه، هو الاكثر تهديف، هداف الفرقه 7 اهداف، الاكثر اسيست 7، الاكثر صناعه للفرص، الاكثر ارسال للعرضيات. علي معلول هو لاعب الموسم في النادي الاهلي. عبد الله جمعه بالتاكيد بيقدم موسم كويس جدا خاصه على الروح القتاليه والجانب البدني، ولكن ارقامه مش عاليه قوي في حته الدور الهجومي. يعني ما جابش اهداف، ما صنعش اهداف غير هدف واحد بس. فيعني عبد الله جمعه ممكن على المستوى الهجومي مش لسه ارقامه مش عاليه قوي، وده اللي هنقوله في نقاط الضعف. يمكن نقاط الضعف النادي الزمالك لو بصينا ازاي هم استقبلوا الاهداف دي مهمه جدا مع خالد جلال. النهارده ايه الثغره الدفاعيه الواضحه؟ هنلاقي ان هم استقبلوا 4 اهداف في 3 مباريات. نادي الزمالك استقبل 4 اهداف في 3 مباريات. الاربع اهداف جم ازاي؟ كلهم من الجبهه اليسرى اللي هي فيها عبد الله جمعه واللي كان فيها قبل كده بهاء مجدي. سواء هنلاقي هدفين عرضيات من الجبهه دي في المساحه اللي هي ورا عبد الله جمعه او تسديده. يعني هي الجبهه دي هي الثغره الدفاعيه الواضحه لنادي الزمالك اللي هي المساحه ما بين محمود علاء وما بين عبد الله جمعه. المساحه دي انت تقدر تستغلها النهارده بحسين الشحات، زي ما قلنا حسين الشحات الماتش اللي فات ممكن يكون نجم المباراه النهارده برضو حسين الشحات لو في حالته يقدر، لان الجبهه دي دايما بيجي منها الاهداف. يمكن حتى لو عرضنا صور الاهداف هنلاقي ان هدف جاي هنا الجبهه دي اللي كانت المساحه دايما اللي ورا بهاء مجدي، المساحه دي بتمثل ثغره دفاعيه كبيره جدا لنادي الزمالك. النهارده عبد الله جمعه المساحه اللي ما بينه وما بين محمود علاء
يقدر لعيب زي حسين الشحات ووليد سليمان او صالح جمعه يديله التمرير الطولي زي ما شفنا في كره الهدف دلوقتي، يقدر من وراه ويقدر حسين الشحات يسجل. دي الثغره الدفاعيه الواضحه جدا لنادي الزمالك فيه مع خالد جلال في الاربع مباريات اللي فاتوا. أيوة. طب ايه الثغره الدفاعيه الثانيه؟ الثغره الدفاعيه الثانيه لنادي الزمالك هي الجبهه اليمين. واللي انا اشوف النهارده ان رمضان صبحي ادي ده الهدف اللي بقول لحضرتك عليه، ان نقدر النهارده نقدر نلعب اللعبه دي كتير. الثغره عندهم في المساحه ما بين محمود علاء وما بين عبد الله جمعه. اهي التمرير الطولي ده النهارده لو اتكرر كتير ممكن نسجل منها اهداف. يبقى من الممكن ان احنا نرى صالح جمعه من البدايه. طب يا ريت صالح جمعه يفرق، صالح جمعه بيعمل عمليه الربط وبيديك تمرير طولي كتير جدا، بيفرق جامد جدا صالح جمعه في بدايته، اعتقد تفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. الناحيه الثانيه برضو الثغره الدفاعيه الثانيه لحمدي النجاز. حمدي النجاز النهارده هو يعتبر واحد من الثغرات الدفاعيه لنادي الزمالك. نعم. لما يلعب عليه رمضان صبحي واحد من احرف اللعيبه في مصر وعلي معلول لاعب الموسم، اعتقد ان الجبهه دي هتمثل نقطه قوه كبيره جدا للنادي الاهلي في المساحات اللي ورا حمدي النجاز. اذا النهارده في مساحات ورا الاطراف بشكل كبير جدا، حمدي النجاز وعبد الله جمعه، والنادي الاهلي عنده اطراف مميزه رمضان صبحي وعنده حسين الشحات رمضان صبحي من ورا حمدي النجاز وحسين الشحات من ورا عبد الله جمعه، هدف مبكر يسهل المهمه بشكل كبير جدا.